السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قصة جديدة من قصة اليوم. إن شاء الله قصة اليوم فيها توعية، توعية لأولياء الأمور يتابعوا أولادهم، وتوعية للأولاد ياخدوا بالهم، وخاصة موضوع الفيسبوك، إن القصة اللي هقولها اليوم مهمة جدا. كان في فتاة وشاب اتعرفوا على بعض عن طريق الفيسبوك، حصلت بينهم علاقة ووهمها ان هو بيحبها وهيروح يخطب يتقدم لها ويروح عشان يخطبها وكده، وقال وكلم سبحان الله، وقالت له انا كلمت اهلي خلاص. هو بالفعل كلم اهله، بس الشاب ده سبحان الله كان قريب من ربنا جدا، وعشان كده قريب من ربنا فربنا حفظه. قالت له الفتاة تعالى وانا كلمت بابا وتعالى تقدم. قال لها طيب انا هجيب اهلي. وقالت له لا، بابا عايز يقعد معاك لحالك اول مره لحالك. ففعلا راح لحاله، فكانت محضره له بعض البلطجيه اللي يضربوه ويقتلوه وياخدوا منه الاعضاء. فالشاب ده سبحان الله كل ما يطلع من قبل ما يطلع من بيته او قبل ما يحط رجله في سيارته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لازم يقولها يوميا، سواء ممكن يقولها في اليوم 20 25 مرة 30 مرة. فإذا طلع العبد من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقول له شفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. لا يمكن شيطان الإنس والجن يضروه بأي شيء. فربنا سبحانه وتعالى حفظ هذا الشاب بفضل بسم الله توكلت على الله، بفضل التوكل على الله. فربنا حفظه ومن هذا البلطجية، واكتشف الموضوع قبل ما يروح الحمد لله، ورجع لأهله سالم غانم. فخلوا بالكم من أولادكم، وخلوا بالكم من علاقتهم على الفيسبوك. ربنا يحفظ لكم أولادكم يا رب ويحفظكم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، إذا خرج العبد من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شوف يقال له شفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، أفضل منك لن ترى قط عين، وأجمل منك لن تلد النساء. صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب تكون الحلقة عجبكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة بأمر الله. Thank you.